معليش معليش كوكو معليش بالك بالك يا اخو بالك بالك كوكو مالك مثل كوكب شو ما تشمك شو ما تشمك كما كتشوفوا تصدع على مستوى المنزل هذا واللي فيه كان ضحايا ما زلهم عارفين يعني تم إجلاء شخص واحد إلى حد الآن فيما تقوم العناصر الحين المدنية بإجلاء المواطنين شو رايك؟ انا الفوق طلع الدنيا انا الفوق طلع الدنيا يا كوكو هات حاول نهبطوا 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 هات حاول نه